لو الحكاية فيها إن فيتو متعرف عليها دوليا، وهو الجهاز الوحيد اللي بيمثل مصر على في المحافل الدولية. يعني لما أبقى عضو في المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية، ودي بيشارك فيها أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون، كان في اجتماع في الجمعية العمومية في الصين اللي حضرت، وأكثر من 195 دولة عضو في هذه المنظمة. أنا دخلت عضو في المجلس التنفيذي في مؤتمر الجمعية العمومية في بكين العقد من سنة وشوي. فإحنا أعضاء في المجلس التنفيذي المنظمة الدولية الانتوساي، ورؤساء للمنظمة الأفريقية الأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة، ورؤساء لمجموعة عمل مكافحة الفساد وغسل الأموال داخل المنظمة الدولية الانتصارية. فده على المحفل الدولي، ده الدور بالجهاز. كان في قانون حماية الشهود، واعتقد ان حضراتكم تعتبر في عملكم شهود على فساد، فمطلوب حمايتكم. كان قانون حماية الشهود اعتقد البنك الدولي، اذا كان رئيس الجهاز نفسه مش محمي. كل شوية حولوني محكمة الجنايات. لماذا لم يصدر قانون حماية الشهود؟ والله ما هي خلي بالك، ما هو ده بيدي علامة استفهام. ليه ما التأخير في بعض القوانين الهامة والإسراع في قوانين ملهاش لازمة دلوقتي؟ يعني ما حد ده بيدي علامة استفهام. يعني أين قانون حماية المبلغين والشهود اللي هو أحد الأسباب اللي هتعزز تصنيف مصر الدولي في مجال الشفافية ومكافحة الفساد؟ خاصة برعاية البنك الدولي. ومصر موقعة على اتفاقية لمكافحة الفساد والشفافية اللي بتلزمها بإصدار قوانين لحماية المبلغين والشهود وقانون لحرية تداول المعلومات. القانونين دول في صعوبات جامة مش عاوزين نطلعها. نأمل خيرا يعني. نأمل خيرا. عايزين حضرتك ترسم لنا خريطه الطريق لمقاومه الفساد في مصر، من اين نبدا وكيف نسير والى اين ننتقل؟ يعني ازاي ان المجتمع يصبح جزء من مقاومه المنطقه، لانه الجهاز بيخش مؤسسات ومصالح وعنده اوراق وبيراجع اوراق، انما هو يبقى انه المواطن عليه دور في مكافحه ده، في مواجهه ده، في الجزء كمان اللي الجهاز مش شايفه. ازاي نستمر ده؟ ازاي نستمر؟ ازاي نخلي المجتمع كله خليه بتعمل ضد المافيا الكبيره؟ والله ما هو ده احد اسباب حضور حضراتكم النهارده. انا لا اتخلف عن اي دعوه من اي مؤسسه محترمه، سواء صحفيه او اعلاميه او حتى علميه. يعني انا بشارك في كل المؤتمرات واللقاءات العلميه اللي او في الغالب العام منها المعنيه بمناقشه قضيه الفساد المالي والاداري في مصر، وبنشارك بمنتهى القوه والفاعليه علشان تتسع ثقافه حمايه المال العام وتعظيم هذه القيمه لدى الجميع المتعاملين على هذا الملف. فلما تجد مثلا انه في كتير من المناسبات اللي بقعد عليها ما بقاش انا بقى الوحيد اللي مشارك، لا ده ببقى مدعو فيها وزراء ومسؤولين، وفجاه انه كتير بيتخلفوا عن الحضور ما بيجوش. بلاقي نفسي انا قاعد لوحدي. فيلا ربنا يعيننا جميعا ان شاء الله. حضرتك قلت قبل كده في ان في حوالي 250 شركه من شركات البترول بتعمل دون جدوى، يعني كمان بتسبب خساره على الدوله. وقلت حضرتك انك هتقدم توصيات بالكلام ده، فاحنا كنا عايزين نعرف اهم الشركات دي او يبلغ عددها كام، وخسائرها قد ايه، الخسائر اللي هي بتخسرها او بتكلفها على الدوله قد ايه. يعني هي بص، هو في ملفات شائكه احنا يعني من بينها الموضوع تعدد شركات البترول وايه مدى احتياج الدوله برضو علشان تفكر صح. انت عايز تشوف عندك حجم انتاجك ايه، وهل الشركات اللي انت انشاتها ده مطلوبه وتوازي هذا الحجم ولا لا، وخصوصا انك لما تجد ان المملكة العربية السعودية وهي من اكبر الدول المنتجة والمصدرة في العالم البترول، ما فيهاش الا شركة واحدة هي شركة ارامكو.
طب انت الشركات دي لازمتها ايه؟ تعال شوف شركة، مش هنذكر اسماء الشركات عشان برضو ما شركة منذ انشائها وفيها ابناء كبار رجال الدولة كلهم لا عمل لهم، دي شركة تنقيب واستخراج، انت لا عندك امكانيات للتنقيب ولا للاستخراج، ده انت بتروح تجيب شركات باجهزتها هي هي اللي تنقب وتستخرج، وما عندكش التقنيه حتى، بس هي سبوبه للتعيين. فتجد انه هذه الشركات اللي مع تعددها وكسره الانفاق عليها ده عبء على الموازنه العامه للدوله. بقول لك شركه السعوديه فيها شركه واحده، فطب لما يبقى بقى مجلس اداره ورئيس مجلس اداره ولجان واجتماعات وكل لجنه وموظفين وجراشات وعربيات وسفريات، ايه ده؟ راح السعوديه في ايه ده؟ ف محتاجين نفتح ملف زي ده في الدوله، محتاج ده ملف ايضا. الجمعيات اللي انا برضو بشير عليها احنا معنيين ببحثه خلال، وهنرفع بيه تقرير للسيد الرئيس، انه 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 مش معقوله انه البلد ما فيهاش غير جمعيات فئويه لدول ولدول ولدول.